السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة مباشرة الآن، مشاكر بعت رسالة مهمة للجزائريين والتونسيين والمغاربة. بتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة، وهيا بنا نسمع شو حكى مشاكرة. طبعا تحية كبيرة للجزائر وأهل الجزائر. يلا. بالنسبة لما حصل وما حصل البارحة من تهويل و استدعاء يعني سفير المغرب بتونس واستدعاء سفير تونس بالمغرب، والهيجان من طرف المغرب على الدولة تونس دولة مستقلة بكيانها وبقانون معروفة، يعني تونس يعني لأنها يعني استقبلت الرئيس يعني الصحراء الغربية، قامت القيامة يعني فقط هذه شو يعني عيب والله عيب يعني. ولا في بلجيكا لما عرضوهم ولما في يعني في اليونيو اوروبيه لما يعرضوهم ويحضروا، لماذا لا تقاطعون ولا تلومون يعني الاتحاد الاوروبي؟ لماذا في الاتحاد الافريقي تحضرون معهم في عده مؤتمرات؟ يعني جاتكم تونس يعني حيت قصير؟ يعني جاتكم تونس حيت قصير؟ جاتكم تونس يعني تحقروها نورمال؟ يعني محقور دياجارتي يعني لانه تونسي السياح شنو ما يحبوش يدخلوا؟ تونس لا تدخل بروحها. من استدعى رئيس الصحراء الغربية هو الاتحاد الافريقي، هو اللي وجه الدعوات وليس تونس. تونس هناك المؤتمر تاع ايكاد على اليابان الافريقي في تونس وليس تونس. وحتى لو يكون تونس مثل ما يقولوا تونس الخرافي يعني فريمو يعني سي يعني هذه يعني بينتم بانكم صغار يعني، ولا ما تهضروش مع لما يحضروا معكم في بلجيكا في المؤتمرات في افريقيا في وجهوا ليهم جاي يستقبلوا الناس كل. انا ماهي تونس العرس برك مداير في تونس. تونس رايح مع عباره عن صاله تاع صالت يعني قاعه احتفالات او قاعه مؤتمرات دارتها تاع اللقاء تاع افريقيا الدول الافريقيه مع اليابان. الدعوات وجهت من طرف الاتحاد الافريقي ومن اتحاد اليابان، وانتم مديرين الهيلاله هذه ومرضى يعني يا فيركم يعني عيب. احترموا التونسيين. هناك بعض الاخوه المغاربه يسبوا في التوانسه والتوانسه، واحد يقول لك ولايه تونسي ولايه جزائري يعني وكانه يدخل الجزائر. انا نقول للمغاربه الجزائر ولايه تونسيه دخلوها في راسكم، وتونس ولايه جزائريه، وتونس والجزائر واحد. هذه بعيدا عن السياسه خاطئه، لكن السياسه تونس فهموا مليح، لازم تفهموا بانه تونس كدوله هي في الدول العربيه كامل والدول العالم الثالث والرابع هذا تونس هي المعادله الصعبه. ما قدروا الاماراتيين يسيطروا عليها لانه شعبهم واعي ورباه بورقيبه، شعب بورقيبي مشبع ما يبيعش القضيه. هذاك من القضيه تاع فلسطين تونس هي اللي حملتها اكثر من الناس كلهم، ما تقدرش. الشعب التونسي هو حقيقه يعني سياسيا من يحمل القضيه الفلسطينيه اكثر من الجزائريين واكثر من المصريين واكثر من الناس كامل. وهم اللي يعني انتم ما تعرفوش التاريخ، اقراوا التاريخ. هذا هو يعني حزني عليكم يعني على كثير من الناس. التاريخ قراوا التاريخ. شعب تونس مشبع ثقافيا، هذا الجيل الاخير ما تكلموش نكمل الاجيال هذه يعني اللي راهم في العقد الخامس في العقد الرابع، هذو هما يعني الناس اللي عندهم عقيده ما يتباعوا ما يشتروا، ما يبيعوا لفرنسا، ما يبيعوا لامريكا، ما يبيعوا الامارات، معية قطر معية وكامل. تونس معادلة صعبة والله، أكثر حتى من الجزائر وأكثر من دول أخرى. والشعب التونسي فايق عليكم برشا 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 برشا. عيقتوا يا أصحابي، عيقتوا والله عيب عيب عيب. مغلوبتي يا شارتي ممكن يردوا عليكم التونس والله ما عاد تفرق يعني. استحوا على حالكم وكي تلعبوها رجال، لعبوها رجال الناس كل، مش تردوا غير يعني تونس كي شتوهم الناس يحشموا الجيل هذا الجديد تاع تونس والله ما يحشموا والله يسمعوكم والله لا على بالهم بكم. والتوانسة نقول لكم لا على بالهم لا بالمغرب لا كي يتصنتحوا ما على بالهم حتى بحد. انا نعرف الشعب التونسي ونحب ونموت عليه الشعب التونسي يعني في الشعوب العربية. لماذا نقول لكم نحب الشعب التونسي؟ لانه شعب واعي، لانه شعب مثقف، لانه شعب مشبع بالقيم. بورقيبة كان يربي في الشعب التونسي، انتوما وليبيا والكثير والجزائر والكثير نقولها يعني بصراحه مازالوا ما يعرفوش واش معناتها الثقافه واش معناتها الحريه. قراوا التاريخ وتوقفوا على سب وشتم الناس، وتوقفوا على العداء هذا الباطل. راكم انحصرتوا. شوف يعني بصراحه يعني والله نتكلم بصراحه يعني راكم درتوا شيء للتاريخ الاجيال نتاعكم ولادكم. انتوما على بالكم في قره يعني نفسكم على بالكم اللي راكم درتوا العار وانتم
وصلتوا حتى راح ديروا قواعد عسكريه للكيان المحتل اللي يقتل في الاولاد. راهو عيب، راكم درتوا شيء واحد ما داروا. تتكلموا بالطبيعه تاع فلان ما داروش الطبيعه تاعكم. راكم درتوا شيء اللي يبقى فقط لحفظ يعني مصالح القصر. الشعب المغربي حتى هو راه يسب ويهضر لكم في قرة عين وراه يتألم ويتحصر وراه محتحس على واش راح صاري. ما تكذبوش على روحك، ما لي حقيقة. لهذا أنا ضد المخزن اللي راه المخزن هذا اللي حطم المغرب وحطم الشعب المغربي وفتت الأمة وراه راح يدير حاجة اللي ما يرضاهلوش التاريخ. أو قالها الريسوني، الريسوني قالها سراب حتى اللي راكم الأيامات هذو تهضروا عليه قال كان كلام دافع على بلاده وهضر على موريتانيا هضر على روحه وتين ديو فوتوش، لكن قال كلام حقيقي على الكيان. قال لكم لا نريد التطبيع لانه سراب، راكم قاعدين تشريوا راه سراب والله ما تربحوا شيء. شوفوا مع الاردن، تكونوا انتم كي الاردن، تكونوا انتم كيما بعض الدول اللي كان مجاورينه. واش راح يدير الكيان انتم اللي تستقوا به؟ لبنان حزب الله اللي راه العالم كامل ضده مهبطينه من البنطلون. فكروا شويه، قوتكم في التحامنا، في ننساشموا مع بعضنا بعض، باللي نكونوا توانسه وجزائريين ومغاربه وموريتانيين وليبيين وعندنا بعض. احنا وكان لقاوها دوله واحده لا حدود ولا شيء، لكن باخلاص وبامانه مش بخيانه وامور. نهضر بصراحه، والله نهضر بصراحه، هذا الامر اللي نقول فيه على بالكم به. كنا نجرح بكلام وتاع الحقد والسبات بعض الامثال من كل الجهات اللي راهي تسب وتدير، لكن الواقع واقع، التاريخ لن يرحم. وتونس كبيرة عليكم كل، والله نقول لك معنا جزائري، تونس كبيرة عليكم كامل. وما تتشرى ما تباع، واحد ما يقدر يشريها بملايير ممريرة اللي عند الإمارات وما شريتهاش، ملايير ممريرة اللي عند قطر وما شريتهاش. أكثر من الجزائر ألف مرة صور الإمارات وقطر وما شريوهمش. الشعب التونسي حر، دخلوها في راسكم، قراوا التاريخ، قراوا التاريخ. قراوا التاريخ. هذه اللي حبيت نفهم اخواننا المغاربه، راهي راكم مدخلين في حيط، تبعوا في الوهم، راكم منتصرين الا في السوشيال ميديا لانهم ما عندكم والو ذباب. الناس هي تخدم في التيران وتدير تجسد في النتائج، وانتم راكم غير ورا الكمبيوتر وفي التيك توك وفي في الواقع لا وجود لكم، غير الكوارث الواقع، الجوع، الفقر، البطاله، كل شيء، لكن في السوشيال ميديا راكم سنغافوره. المهم تحياتي لكل الناس، تحياتي لاخواننا التوانسه، ما تديروش عليهم، ما تدخلوش معاهم في حرب. وخوتي الجزائريين والتوانسه اللي يقول لكم منا ويجيب يقول لك تونسي، يعني مش تعقد انت، تجي تعقد التونسي يا يحب لك تنوض بكري وتاكل صحنه البلابي ولا هرقمه باش انت تعقد التونسي. التونسي قوي عليك وقوي على اللي وراك وقوي اللي قوي عليك ما قوي عليك. اقراوا التاريخ. طيب السلام عليكم، ما نطولش عليكم، تحيه لخالتي التوانسه، تحيه للشرفاء، واتمنى في المغرب فريمون الشعب المغربي يضع حد لهذه المهزله، يضع حد لهذه المهزله، لانه التاريخ لن يرحم، لن يرحم. وعلى بالكم في داخل انفسكم باللي راهو امر هذا ما يجيش، ما تقدرش تندفع عليه. فينا راح تبعد الجزائر خاطر حنا راهي الشعب الجزائري نخليو الجيش الجزائري يقتل المغربي، ولا اول واحد راح يدافع عن المغاربه اذا كانت راح تكون حرب هو الشعب الجزائري. ديروا في راسكم لا تكذبوا على راسكم، لا انتم لا الاخرين. مستحيل بكري هذيك في الستينات لما كانت، الان الشعب الجزائري ما تسيبش قطره دم من اي شقيق، ندافعوا على روحنا صح، واي تعدي علينا ندافعوا عليه، لكن باش دير يخوفوكم منا والجزائر ومنا نحميو الجزائر تدخل. يعني احنا انا قلت لكم الشعب والجيش الجزائري هو من الشعب الجزائري، ومستحيل مستحيل فقط نحميو الاراضي نتاعنا ونحميو شرفنا ونحميو منا كيما الناس كل، ونتمنى تكون يعني تكون الرساله وصلت. السلام عليكم. لا تنسوا وضع اللايك والاشتراك اخواتي.